كما تتبعتم جميعا مرينا المرحلة الأخيرة اللي غتنطلق بعد ساعة من الآن وهي الانتخاب ديال الأمين العام. لذلك طلبنا من الإخوة المؤتمرين باش ينسحبوا يمشوا يلتحقوا بسكنهم وغادي يبقى في المؤتمر فقط أعضاء المجلس الوطني. إذا المؤتمر انتهى فالآن الاجتماع اللي غادي يكون بمثابة اجتماع المجلس الوطني، لأنه لن يحضره إلا عضوات وأعضاء المجلس الوطني لينتخبوا أمين عام وينتخبوا أعضاء لجنة التنفيذية. لذلك طلب من الجميع أن ينسحب ليفتحوا المجال للجنة التنظيمية باش يوضعوا صناديق ديال الاقتراع ويحطوا الجو العام حتى تتم المسألة ديال الاقتراع في أجواء ممتازة. بالنسبة للقطاعات الاثنين اللي مرت راكم تبعتوها الحمد لله، وتصويت بالإجماع على البيان الختامي وكذلك على كل تقارير ديال اللجان اللي اشتغلت لما يقرب من شهر واللي اشتغلت في الأقاليم وفي الجهات وصعدات على المستوى الوطني في إطار تحت اللجنة التنظيمية، سواء مسائل متعلقة بالتنظيم القانوني فيما يخص البنود التي تغيرت أو التي ألغيت واللي صوت عليها، وكذلك شتو الجانب الاقتصادي والاجتماعي، والبيان الختامي كان شامل لكل هذه المخرجات اللي المهم فيها أنها مرت بالإجماع، وهذا قليل فاش كيحصل داخل حزب الاستقلال. لذلك نحن كلنا مفتخرون بطاقات النسائية والرجالية التي اشتغلت طيلة هذه المدة لإعداد هذا العرس اللي كنعتبروا أننا مباشرة بعد هذه المسألة اللي بقات لنا ديال انتخاب الأخ الأمين العام وكذلك أعضاء لجنة التنفيذية. حزب الاستقلال غادي ينطلق لمرحلة أخرى اللي غادي تمر عبر الجهات والأقاليم لانتخاب المجالس الإقليمية والجهوية والجماعية لتهيئ الانتخابات المقبلة إن شاء الله.